السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا استاذ رعاية؟ أهلا وسهلا. ازيك يا مولانا؟ أهلا وسهلا. أنا عندي مشكلة أرجوك، أنا بقالي 3 أسابيع بتصل عليكم مش عارف أوصل لكم. اتفضل. حقك علينا. أنا عندي، لا الله يخليك، الله يخليك ويبارك فيك. الله يحفظك. أنا حصل مشكلة عندي في البيت بين ابني وبنتي. والمهم الموضوع يعني تطور شوية، فأنا اتعصبت واتنرفزت وقعدت ألطم على وشي، ومش ما بحبش الكلام ده. أنا عندي 71 سنة. ربنا يعطيك العافية. وزوجتي عندها 64. ما شاء الله. فيعني ما احنا الصغيرين. أيوه. فاتعصبت واتنرفزت ولطمت وزعقت وكده، والناس اتلمت. أول مرة تحصل لي ببيتي. العمر ده أول مرة يحصل عندي. تمام. لان ما بحبش الكلام ده، ولا بحب الزعل ولا النكد. فراح المهم الناس، اخوال ابني طلعت لمهم وجم، وقلت له، فانا حلفت ايه، قلت عليا كذا ما تقعد في البيت. خدت بالك يا مولانا؟ الله حضرتك. فراحوا الناس مطلعينه وخرج نزل. وبعدين جه بالليل في حدود الساعه 1 أو 2 بالليل طلع على شقته. فانا مش عارف هو ساكن إيه. معاك في العماره بتاعتكم يعني؟ قاعد في البيت معايا، قاعد في البيت شقته معايا. بيت عيله يعني؟ بيت عيله. بيت عيله. بيتي بيتي انا واخوه. قاعد في شقه وهو قاعد في شقه. تمام. بس اخوه مسافر بره هو واولاده. انت بقى حلفت بالطلاق؟ قلت عليا الطلاق. ما انت قاعد في البيت. وهو مشي ورجع الساعه 1 بالليل. خرجوه. اخواله خرجوه وجه بالليل. ماشي. فأنا مش عارف أعمل إيه، لأن أنا في حيرة وفي ضيقة. طيب النقطة، والله النقطة أنا مخنوق. النقطة هنا. اتفضل. حضرتك كنت ناوي طلاق؟ لا طلاق إيه يا مولانا؟ استنى بس، استنى أقول أي أو لا بس، أنا عايز الإجابة أي أو لا. لا السؤال، السؤال التاني، كنت ناوي إن هو ما يقعدش في البيت في اللقطة دي ولا على طول؟ لا مش هيصعب عليا إن أنا أسيب أولادي. خلاص كده مش حاضر. هيصعب عليا أولاد وأنا هو أنت بعد كنت هو فض مشكلة يعني. شوف حضرتك، أنا بعد يومين ثلاثة كده بقيت زعلان ونفسيته تعبانة. فأنا ناديت واتصل على أخوه وقال له، قول لأبوك استنى عليا الأول الشهر عشان إيه، على ما ألاقي شقة. فأصعب عليا، أنا قلبي وجعني. معلش أقسم بالله قلبي وجعني. معلش. فرحت نادي عليه قلت له تعالى. هو ربنا سبحانه وتعالى بيعمل حساب اللحظات اللي الواحد بيفقد فيها شعوره يا فضيله الشيخ. ماشي يا عم حسن، شكرا لحضرتك. اسمع رد فضيله الشيخ. هو خرج عن شعوره وحتى بقى يلطم ويعني في انا مش عايز اعلق على ده خالص. عارف عايز اعلق على ايه؟ على بكاء الاب ده. عايز انادي على كل، ودي فرصه لنادي على كل ولد وبنت، اتقوا الله في ابائكم وامهاتكم. عارفه المثل اللي بيقول قلبي على ولد فطر وقلب ولد علي حجر؟ عارف يعني ايه ابوك يصل لدرجه انه يلطم ويصوت ويصرخ منك انت واختك؟ يعني كده انت عديت الحدود. عارف يعني ايه قلب ابوك يرجع بسرعه وصعبان عليا يا فندم يقول لك ابني هيروح فين؟ وصعبان عليا اطرده. دي تساوي ايه يا فندم؟ دي تساوي ان احنا اللي ليه اب وام، الله يرحم ابويا امي بخير، اللي ليه اب وام يشيل جزامهم على راسه، يشيل جزامهم ايه؟ والله انا اكل جزمه ابويا، تاكل اب اقول على الهوا، بس هو فين؟ اجيبه منين؟ فبالله عليكم اتقوا الله في ابائكم وامهاتكم، كفايه حمل تقيل على الاباء والامهات. دي نقطه. النقطه الثانيه، انا ما بحبش افتي في الطلاق على الهوا ابدا، بس علشان خاطر الحاج حسن، طالما هو قال عليا كذا ولم ينوي الطلاق ولم يحدد الميعاد، خلاص يبقى الولد دخل، يبقى انت عليك كفاره يمين اطعام، ناخد بالراي يعني ليه الايسر، اطعام 10 مساكين، ان لم تجد او ان لم تستطع فصوم 3 أيام فقط لا غير. وخد بالك ربنا سبحانه وتعالى وقت الغضب لا يعاقبنا عليه. أيوة. وقت الاغلاق لا طلاق في اغلاق. اغلاق، اغلاق يعني يا فندم يعني المخ ايه بنفسه. العقل أسل. العقل مقفول. وبعدين ده راجل حاجه و70 وزوجته حاجه و60، فما فيش يعني ما طلقش قبل كده. اول مره تحصل واول مره تحصل وخرج عن شعوره. فما فيش ان شاء الله مشكله خالص. الولد دخل، بس انا بوصيك يا ابني بابوك، وبوصيك يا بنت بابوك، حرام عليك. انا بس عايزه واقفه عند نقطه فضيله الشيخ، انه استاذ حسن المحترم بيتصل وبيبكي لانه قال كلمه عليا الطلاق مره وما حصلتش قبل كده في حياته. أينا. وعنده 71 سنه. أينا. انا بس الكلام ليك يا جاره، يا الناس شباب. اللي في لسانهم طول الوقت عليا الطلاق، عليا الطلاق، وعليا الحرام، وعليا مش عارفه ايه، عليا اليمين. لا ويقول لك ايه ده، انا حالف بالطلاق ان انا ما احلفش طلاق صادق. يعني هو بيضحك، هتضحك على مين؟ وخد بالك حضرتك بالنسبه للطم ده يا عم الحاج حسن، استغفر الله وتوضى صدرك عتين وخلاص، عفى الله عما سلف وربنا غفور رحيم ان شاء الله تعالى.